السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أعظم خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على قناة اليوتيوب على صفحة الفيسبوك. النهاردة بفضل الله بنقدم عرض أنية ماعز برقي، ولكن مبدئيا أتمنى حضراتكم ما تنسوش سكور ربنا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يكرمنا جميعا. ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بفضل الله عرضنا عبارة عن ذكر وانتاية برقي أعمار 8 شهور، اللي هما الاتنين الحمر دول أعمار 8 شهور. السعر فيهم 6500 جنيه الاتنين على بعض، السعر فيهم 6500 جنيه، يعني الحتة واقفة ب 3250 جنيه، يعني عرض ببلاش. طيب بسم الله، العرض التاني عبارة عن ذكرين وانتايتين أعمار 4 شهور، الأعمار الأربعة 4 شهور، السعر فيهم 2650 جنيه لرأس حبل واحد، يعني الحتة ب 2650 جنيه. برضو شغل بسم الله ما شاء الله، واخدين جميع التحصينات زي ما حضراتكم شايفين، بيعلفوا طبعا زائد الدريس في نص اليوم، بيعلفوا مرة الصبح ومرة بالليل. المكان بشتيلي امبابة محافظة الجيزة. للتواصل معايا عن طريق الواتساب او تليفونه على رقم 015-595-513-06، الرقم قدام حضراتكم في اول الفيديو تقدروا تنقلوه وتتواصلوا معايا عن طريق الواتساب او تليفونية. ربنا يبارك لصاحب النصيب. كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.